الإنجازين هذه ما جت طبعا بين يوم وليلة، لا كان من سنوات كثيرة راحت كنا ننافس ونطمح للصعود، فالحمد لله السنة هذه أتت ثمارها وتأهل اللي هو فريق الشباب للدرجة الممتاز، وتأهل الفريق الأول لكرة اليد للدرجة الممتاز. طبعا كل هذا ما جاء إلا بتكاتف الجميع من أعلى هرم في النادي إلى المدرب، اللاعبين، الجماهير، أعيان المحافظة ووجهاءها، وكذلك أعضاء الشرف الداعمين. ما في شك من الموسم هذا إن شاء الله نبدأ إن شاء الله نعمل على تحسين الفريق، ندعم إن شاء الله بفريق الفريق طبعا الدرجة الأولى لنا محترف واحد، نحاول إن شاء الله بإحضار إن شاء الله بإذن الله، وفريق الشباب راح نحافظ عليه بإذن الله يعني بالتكاتف مع الإداريين والمدربين الموجودين في النادي. الحمد لله رب العالمين، هذا يوم تكريم، يوم إنجاز، يوم تشريف لنادي المحمل بجميع أجهزة الإدارية والفنية والطبية، رئيس وأعضاء شرف، والحمد لله رفعوا اسم نادي المحمل يواكب الكبار وتأهلهم للدرجات العليا، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز وتقدم وأفضل، وهذا يسعدنا يفرحنا كإحنا كمحافظة ومنسوبين جهات حكومية نشاهد أبطالنا أبطال المحافظة يتأهلون ويرتقون بجميع الألعاب، وإن شاء الله الفال لجميع الألعاب الرياضية. دعم بقية أعضاء الشرف هل هو مناسب؟ هل هو كافي للنهوض من هذه المحمل سواء على مستوى لعبة كرة اليد أو حتى الألعاب الثانية؟ والله شوي قليل، لكن إن شاء الله نرجي أنهم يدعمون أكثر من هذا إن شاء الله، لأن النادي في صعود طيب، وشيء شرف النادي والمحافظة أنه يطلع بهالبروز والممتاز ودرجة أولى، وإن شاء الله أن داعمين النادي. أبارك للنادي ورئيس النادي وأعضاء الشرف واللاعبين على هذا الإنجاز الكبير، وهذا لم يأتي إلا بجهد من الجميع وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أول الحمد لله هذا الإنجاز ما جاء من فراغ، جاء بعد سنوات متراكمة من العمل، الحمد لله وفقنا بكادر إداري فني جهاز طبي على أعلى مستوى الحمد لله، يعني هذا بفضل الله عز وجل، ثم أيضا اللاعبين اللي بذلوا جهد خلال السنوات الماضية بتمارين متعاقبة، أسأل الله عز وجل الموسم القادم أيضا الثبات في الدوري الممتاز بالنسبة لدرجة الشباب، أيضا بالنسبة للدرجة الأولى أيضا الصعود لدرجة الممتاز بإذن الله عز وجل. حنا نحتاج الحين نحافظ على ممتلكات النادي، يعني كمدرب كلعيبة صاعدين، خصوصا عندنا فريق درجة الشباب على مستوى عالي، حتى فيهم بعض اللعيبة منضمين للمنتخب، فهدفنا الأول نحافظ عليهم إن شاء الله بعد دعم مع أعضاء الشرف والشرفين وأهل المنطقة والمحافظ وأهل الديرة كلهم، إن شاء الله يتعاونون معنا إن شاء الله ونحافظ على الممتلكات لأنهم كنز. العمل طبعا هذا أو الصعود ما حدث صدفة، الحمد لله العمل كان من تقريبا 6 أو 7 سنوات، الحمد لله الفريق هذا كنا من 3 مواسم نأمل صعود الدرجة الأولى، المرة الأولى أخفقنا، العام الماضي أخفقنا في الرس، السنة هذه الحمد لله فاعتبرها في أقوى بطولة، الحمد لله حققنا الصعود مع فرق قوية، واللهم لك الحمد، يعني يعتبر إنجاز كبير للنادي. ختمنا هذا الإنجاز الحمد لله مجهود كبير ومجهود اللاعبين ومجهود يعني إخواني اللاعبين متعبون تمارين وأنت عارف يعني إن تمارين حقت اليد صعبة شوي بلا احتكاك قوي، مباريات ودية، وما قصر والله المدربين وإدارة النادي والإدارة ويعطيهم العافية. الله يبارك فيك، والله الإنجاز ده تعب سنين 5 سنين شغالين على المجموعة من الصغار، بدأنا من الصغيرين ما كانش في قاعدة، اشتغلنا على القاعدة، بدأت الأمور تطلع واحدة واحدة، صعدنا من فريق الناشئين برضو هبط، كملنا المشوار بعد سنتين صعدنا بالشباب وصعدنا بالأولى.